على كل حال خلينا ننتقل لحاجه تانية وحضراتكم، نروح لران هاريس بطل كمال الاجسام اللي اعلن وفاه صديقه الجامايكي شون رودن الفائز بجائزه مستر اولمبيا لعام 2018 عن عمر هنا ناهز 46 عام، ده دون الكشف يعني ما قالوش ايه سبب الوفاه واي تفاصيل عن رحيله. خليني برضه اقول لحضراتكم عن مسيره رودن، هو خلال مسيرته الاحترافيه فاز بسبع جوائز كبيره اهمها على الاطلاق زي ما كنت بقول هي مستر اولمبيا عام 2018، واللي نجح خلالها في الفوز على بطل برضه ايضا اسمه فال هيث المتوج بالجائزه سبع مرات من قبل، وحقق رودن وقتها رقم قياسي كونه طبعا اكبر بطل في تاريخ المسابقه اللي فاز باللقب عن عمر نازل 43 عام ده حينها. رودن كمان هو رابع فائز من المتواجين بفائزة مستر أولمبيا بيتوفى، والسابق قبل كده برضو بطل آخر كان اسمه سيرجيو أوليفيا ده كان في 2012، ولاري سكوت في 2014، برضو فرانكو كولومبو ده كان 2019. يعني تعد كمان لو هنتكلم وفاة رودن دي هي الأحدث في سلسلة طويلة طبعا من لاعبي كمال الأجسام البارزين اللي توفي يعني توفيوا هذا العام. فيعني ده برضو خبر أحزن ناس كتيرة جدا، وكان كتير على تويتر برضو بينعول، انت عارف برضو اللقب ده ان حد بياخده ده بيبقى طبعا ليه معجبين طبعا وبيبقى اسم كبير برضو في هذه اللعبة. هو طبعا يعني لكل أجل كتاب زي ما كلنا عارفين، بس يعني أكيد شوية النوع ده من الأمور بيبقى ملفت للأنظار وبيخلي ناس ترجع تتكلم تاني ولو من بعيد ولو من خلال تلميحات ليه برضو المكملات الغذائية الحاجات اللي بياخدوها قد تكون خصوصا ان ما تمش اعلان سبب يعني الوفاء ايه لحد دلوقتي، بس تحس ان في قاسم مشترك ما بينهم كلهم اكيد ممكن لانهم فعلا اعمارهم تبقى صغيرة يعني لحد دلوقتي ده اللي احنا شفناه.